عايز قبل ما ادخل واكلمك على تشيلسي طبعا وعلى بطوله كاس العالم للانديه، عايز اسالك سؤال. الحقيقه انا حبيت الكره الايطاليه وحبيت الكالتشيو لسنين طويله، وكنت بشجع فرق ايطاليا في بطولات اوروبا بسبب عشقي لعيبه كتيره جدا، منهم زولا، منهم باجيو، منهم توتي واليساندرو ديل بييرو وانطونيو كاسانو وغيرهم كتير جدا. وبعيدا سيبك من مشاكل الانديه وسيبك من قضايا الفساد وسيبك من تراجع المستوى، انا بتكلم على الموهبه مع واحد من افضل الموهوبين الايطاليين. ليه غابت المواهب الايطاليه عن الملاعب؟ Ma guarda, allora, secondo me in Italia comunque ci sono ancora بالنسبة لي إيطاليا ما زالت لديها العديد من المواهب الإيطالية. لدينا فرانكو، زانيولو، ولدينا فيدريكو كييزا وماركو فيراتي وجورجينيو. هناك العديد من المواهب لم تختفي، ولكن بعد عام 90 المواهب والألماس والذهب التي قد زارته من هؤلاء اللاعبين مستحيل أن تجد مثلهم، مثل زولا ومانشيني وتوتي وديل بييرو. كان هؤلاء كانوا طفرة في الكرة الإيطالية، ليس فقط في الكرة الإيطالية ولكن طفرة في كرة القدم العالمية. إيطاليا 90 لن تتكرر. إيطاليا 90 كان لديها عظماء في الدفاع، وكان لديهم طريقة خيالية في اللعب مثل روبرتو باجو وروبرتو مانسيني. للأسف هناك العديد من المواهب، من الصعب تكرارها في الكرة الإيطالية مرة أخرى، ولكن لدينا المواهب وأتمنى أن هؤلاء المواهب يساعدون إيطاليا في الصعود لكأس العالم القادم. ولكن دول العالم لديها مشاكل كثيرة منهم إيطاليا. لكن تحدثت مع أريغو ساكي من أجل أن تعود إيطاليا إلى الواجهة مرة أخرى، وهناك عمل سنقوم به نحن الإيطاليون وأساطير إيطاليا من أجل عودة إيطاليا إلى الواجهة مرة أخرى ومن أجل إعادة المواهب مرة أخرى. تحدثنا في هذا الأمر كثيرا أن لدينا العديد من المواهب التي يجب أن يبزغ نجمها، مثل زانيولو في روما ولورينزو إنسينيا وبوليتانو، وهناك العديد الآخرين، لكن طريقة لعبهم مختلفة جدا. وهذا نوع من نوع الشرح الذي يجب أن أوضحه من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي. لاعبين مثلي ومثل باجو ومثل مانسيني يأتون من الشارع، يأتون من الموهبة، هي موهبة أكثر منها صنعة، ويأتون من الأكاديميات. هي نتيجة صعبة كما ذكرت أنت أن تعود إيطاليا مع هؤلاء اللاعبون، لكن أنا أأمل أن إيطاليا تغير من سياستها. لهذا أنا في لندن، لأن السياسة في إيطاليا صعبة جدا، وهناك حالة من عدم إعطاء الفرص للمواهب ويأخذون اللاعبون الخارج. عشاق الكرة الإيطالية يعني سؤالهم الأساسي مش هل تصل إيطاليا لكأس العالم على حساب البرتغال ولا لا، السؤال هنا هل تستطيع إيطاليا أنها تكون قوة تنافس الكبار على تحقيق لقب كأس العالم في نسخة 2022 ولا لا؟ هذا كل ما أتمناه. ستكون كارثة إن لم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم في قطر للمرة الثانية على التوالي. لكن بالنسبة لي أنا آسف جدا وحزين، لأني رأيت إيطاليا في موقف خطر، لأن إيطاليا يجب أن تتأهل مباشرة. وجود إيطاليا في هذا المأزق شيء يحزنني جدا، لأن للأسف التأهل كان بأيدينا ولكن نحن من أضعاه. ولكن روبرتو مانشيني في هذا التجمع الأخير مع منتخب إيطاليا قام بضم بعض اللاعبين كعودة بالوتيلي، لكن أنا أتوقع أن منتخب إيطاليا سيمر إذا ما قابل البرتغال في الملحق النهائي، رغم قوة البرتغال سنعبرهم. طيب هقفل معاك ملف المنتخب الإيطالي،
بس قبل ما اروح لتشيلسي وبطوله كاس العالم، يهمني جدا اسمع او اتكلم معاك عن بداياتك، وخصوصا طبعا بعد الخبر الصدمه اللي حصل السنه اللي فاتت برحيل طبعا اسطوره كره القدم العالميه دييجو ارماندو مارادونا. انت بداياتك الحقيقه شهدت تالق كبير جدا، وكان عندك فرصه تلعب مع دييجو ارماندو مارادونا وفي نابولي طبعا، وتحققوا بطوله الكالتشو الايطالي، ولعبت اعتقد كمان مع كاريكا. عايزك تكلمني عن الفتره دي، وعايزك تكلمني على استفدت ايه من مارادونا وعلاقتك بيه كانت ازاي في فريق نابولي. باي guarda io come ti dicevo prima ho cominciato كما قلت لك من قبل انا بدات من لا شيء، بدات من الدرجه الثالثه. cominciato a giocare in strada وكنت أمارس لعبة كرة القدم في الشارع، وكنت مجنون بكرة القدم، وكنت أتمنى الذهاب إلى أحد الأندية الكبرى، لكن كنت طفل صغير وكان لدي حلم اللعب لأعظم الأندية في العالم. لكن أنا سعيد بكل ما وصلته، كان عندي 18 عام، انتقلت الى الدرجه الثالثه، اكتشفني لوتشانو موجي ثعلب الصفقات وقام بجلبي الى نابولي في صفقه تاريخيه تحدثت عنها الصحف الايطاليه، وان هذا الطفل سيكون مفاجاه العالم القادم مع مارادونا. ومن ثم لعبت مع مارادونا وتعلمت منه الكثير، وكان دائما ما يدعمني ويحفزني، وكان يقول لي خطوة خطوة ستصبح أنت الأفضل وستقود نابولي في المرات القادمة، وهو ما حدث. قمت بعمل نتائج عظيمة مع نابولي، ثم انتقلت إلى بارما وتم استدعائي إلى المنتخب الإيطالي، وذهبت في الآخر إلى تشيلسي وقدمت معهم العظيم من المباريات.